يدخل المنتخب السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفي الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفية الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا. الأخضر السعودي يمني نفسه بالفوز للاقتراب أكثر من التأهل، أما المنتخب الأسترالي فيسعى للفوز من أجل المحافظة على أماله في التأهل المباشر عن هذه المجموعة. قطع شوط كبير نحو التأهل الخامس إلى المونديال سيكون شعار المنتخب السعودي وهو يحل ضيفا على نظيره الأسترالي في مواجهة من العيار الثقيل. الأخضر السعودي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة يأمل في العودة إلى كأس العالم الغائب عنها منذ عام 2006. 16 نقطة هي حصيلة المنتخب السعودي حتى الآن في المجموعة الثانية، وهو نفس رصيد المتصدر العملاق الياباني. رفاق ناصر الشمراني عازمون على حسم أمر التأهل دون الدخول في حسابات معقدة، والخطوة الأهم الآن الفوز على أستراليا في عقر دارها، سيما وأن بصمات المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الإيجابية تبدو واضحة على أداء المنتخب السعودي الذي سيفتقد لنجمه نواف العبد بسبب الإيقاف. في المقابل أجرى المنتخب الأسترالي تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة الصعبة بحسب المدرب ولاعبيه. أصحاب الضيافة يدخلون المباراة ولديهم 13 نقطة ولا بديل لهم أيضا على الفوز إذا ما أرادوا خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى مونديال روسيا. مشكلة العقم التهديفي المتواصلة مع أستراليا هي الشغل الشاغل للمدرب بوتسيك غلو الذي سيفتقد جهود لاعبه مارك ميليغان بسبب الإيقاف، فيما عاد إلى القائمة نجم خط الوسط أرون موي. مواجهة أستراليا والسعودية ستكون الثامنة، وتاريخ المواجهات السابقة يميل لكفة أستراليا بأربعة انتصارات مقابل انتصار واحد للمنتخب السعودي فيما تعادل مرتين. فأكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي أن مواجهتهم مع أستراليا ستشكل عبئا على أصحاب الضيافة، مؤكدا أنه يدرك حجم صعوبتها، فيما أكد أسامة هوساوي نجم المنتخب السعودي أنهم جاهزون للمباراة ويدركون أهميتها جيدا. أعتقد أن الضغط الأكبر يقع على أستراليا لأنهم يقاتلون لنيل الفرصة الأخيرة في التأهل التلقائي للنهائيات، لكنني أعلم أنها لن تكون مباراة سهلة. المنتخب الأسترالي قوي ويمتاز باللياقة الجسمانية، كما أنهم يلعبون على أرضهم، ولا أدري عدد المشجعين الذين سوف يحضرون للمباراة. لسنا خائفين، نحترم الخصم ولكننا لا نهابه. يمكننا أن نلعب كرة قدم جميلة وقد أثبتنا ذلك مرات عديدة. أكيد يعني زي ما تفضل من 2006 يعني وقت طويل المنتخب ما تأهل كأس العالم. احنا كلاعبين ايضا جميع اللاعبين الموجودين الان ما لعبوا كاس العالم عندهم حلم كبير انهم يلعبوا في كاس العالم، وفي نسبه كبيره من اللاعبين اخر فرصه لهم بحكم يعني العمر والسن. نحاول يعني نحقق حلم ايضا الشعب السعودي اللي ينتظرنا اللي دائم قاعد يدعمنا في كل المباريات. باذن الله وقفتهم معنا هذه ما راح نخيب ظنهم، ومباراه غدا يعني راح تحدد بنسبة كبيرة نسبة تأهلنا للمرحلة القادمة. بالمقابل أكد ميلي جيديناك قائد المنتخب الأسترالي أن مواجهة منتخب بلاده مع السعودية مهمة للغاية، وأن الفوز فيما هو هدف اللاعبين والمدرب على حد سواء. هي مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، نحن نريد النقاط الثلاث حتى لا يكون وضعنا على المحاك، لدينا فرصة كبيرة سيما ونحن نلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا، نأمل تحقيق المطلوب والفوز بالمباراة.